لهذا عندي هون سؤال ثاني. عنده محول 400 كي في اي، هذا هو الريتنج تبع المحول. لاحظوا المحول الريتنج تبعه بيستعمل هذه اللي هي 400 كي في اي، فالابارنت باور هي الريتنج تبعت المحول، اوكي مش الكيلو وات. خلينا نحطها هاي الملاحظه، الريتنج اوف اي ترانسفورمر is expressed. ايش يعني expressed؟ يعني بنعبر عنه by using the output apparent power. هلا بالحالة هاي احنا ما عم نميز بين ال input apparent power وال output apparent power، بس بدنا نكون دقيقين. الريتنج هي ال apparent power تبعت هذا المحول. هلا كمان معطينا اشي هون مختلف عن الحال هذا، ما كانش يعطيني هناك الكوبر، الكوبر لوسز كان يعطيني اياها جاهزه. هون اخذنا الار بي والار اس، متذكرين ار بي ستاندز في ايش؟ برايمري واس سكندري. اذا بتطلعوا هون كانه عندي هون البرايمري، عندي هون بعدين الايديال ترانسفورمر، عندنا السكندري. فمعطيني قيمة البرايمري والسكندري الـ RP. الـ RP نص أوم. إيش الكرنت اللي بيمشي في الـ RP؟ وإيش الكرنت اللي بيمشي في RS؟ شو اسمه؟ IP و IS. تمام؟ هلا كمان عندنا الريشو، بدنا نتذكر A. متذكرين A؟ مع انه ما رح نحتاج نستعملها هون، بس نتذكرها. ايه هي نسبة ايش؟ عدد لفات البرايمري، عدد لفات البرايمري للسكندري. بس انا ما عنديش عدد لفات، عندي الفولتج بس ما هو نفسه، مش في بي على في اس بيساوي ام بي على ان اس. متذكرين في بي على في اس بيساوي البرايمري، عدد لفات البرايمري على السكندري. فعندي هون 5000 فولت او 5 كي في، وهون عندنا 320 فولت. هذا ستيب اب ولا ستيب داون؟ ستيب داون. طيب اذا هلا انا راح اعتبر اسامبشن، راح نعمل اسامبشن هون. هلا الاسامبشن هاي يمكن بتكون مش 100 صحيحه، بس احنا بنعملها حتى نبسط. راح نفترض انه اس ريتد انبوت بتساوي اس ريتد اوتبوت. فراح نفترض هون انه اس ريتد ان بتساوي اس ريتد اوت. ولما بعمل هاي الاسامبشن شو مباشره بقدر احط بدال هدول؟ بدال اس ريتد ان ايش بقدر احط؟ اي في، اي في، اي اي في، في بي في اي بي بتساوي في اس في اي اس. تمام؟ لكن اس ريتد قديش بتساوي؟ هاي 400 ولا 40؟ انا عارف في بي مش هيك، قديش في بي عندنا؟ 5000. فعندي في بي 5000، فبتصير 5000 في اي بي بتساوي 400 تايمز 10 تو ذا 3. والله حد يحسب لنا اي بي قديش بيطلع؟ اي بي بكون 400000 على 5000. ونفس الشيء عندنا كمان بالسكندري، عندنا 320 80. قديش هاي بتطلع؟ 80 امبير. وبعدين عندي هون 320 في اي اس كمان بتساوي 400 تايمز 10 تو ذا 3. اذا اي اس شو بتساوي؟ بتكون 400000 على 320. قد ايه؟ 1250. تمام؟ طيب بدي احسب الاي اس عن طريق الجهاز. بصير 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 اذا بدك بصير نفس الشيء. لاحظ، خلينا حتى نتاكد من شغلنا. سؤال جيد اللي بيسالوا، قديش قيمه ايه يا شباب؟ تذكروا انها هي دي برايمري للسكندري، 5000 على 320 قديش تطلع؟ 5000 على 320 يعني ايه؟ لواحد ايه؟ لواحد قد ايه؟ 15.625 مش هيك؟ لواحد 15.625. فالمفروض النسبة بين الـ VP على VS بتساوي IS على IP. فهو كان يقترح انه الـ 80 ايش نعمل؟ نضرب الـ 80 في ايش؟ نضرب الـ 80
فضربناها في 15.625 المفروض يطلع معنا نفس الرقم هذا. خلينا نتأكد. طلع نفس الرقم. مظبوط. طيب الاي اس كمان ممكن احسبها اني اضرب اي في اي بي واي في اي بي اللي هي بتصير 80 امبير في 16.25 بيطلع مظبوط 1250. اوكي اذا هاي طريقة. طيب هلا ليش نسأل السؤال؟ ليش انا حسبت الكرنت؟ ايش اللي انا بدي احسبه؟ ايش اللي هو مش معطيني اياه عشان اقدر احسب الافشنسي؟ هل معطيني الكورلوس؟ وين الكورلوس؟ المفروض يكون عندنا الكورلوس. هلا بطوله من السؤال. الاي ام لوس 2.5 كيلو وات ناقص منه. اذا عندي هون في اي ام 2.5 كيلو. ايش اللي ما عندي؟ الكوبر لوس ما اعطاني اياه مش هيك؟ مظبوط. هل عندي الكوبر لوس؟ كيف بدي احسب الكوبر لوس؟ ايش قلنا الكوبر لوس؟ نشوف ايش بين الفاينل اي سكويرد في ار. اي سكويرد في ار. هل عندي ار؟ هل عندي اي؟ طلعنا اس. طيب اذا بي كوبر بدها تساوي بي كوبر في البرايمري شو بتساوي؟ بتساوي اي بي سكوير في ار بي مظبوط. وبي كوبر بالسكندري بتساوي اي اس تربيع في ار اس. اي بي قديش قلنا؟ 80. فبتصير 80 تربيع في 0.5. شوفوا لنا قديش تطلع. واي اس 1250 تربيع في 0.005. قديش طلعت في الكوبر بالبرايمري؟ 80 تربيع في نص 3200 وات. وعندي اي سكوير اس 1250 تربيع في 0.001 1562.5. اذا انا بدي صارت عندي الكوبر لوسز. بس هاي باي كونديشن؟ اي كونديشن هاي الكوبر لوس الصحيح؟ 100% فول لود. فول لود 100% فول لود. هات فول لود عندنا 3200 زائد 1562 فبتصير 4762 مظبوط. 4662.5. اذا التوتال لوسز راح تصير بي لوسز بتساوي 4762.5 زائد 2500 وات. فبصير عندي التوتال 426 بتصير 7. عندنا هون 7 5 12 مظبوط. 7262.5. تأكد من هاي الجمع صحيح. بتطلع اللوسز التوتال 7.2625 كيلو وات. هلا بدنا نطلع على كيلو وات. نعم انا حاططها هون وات يعني نفس الشيء. طيب بدنا نطلع قديش الديليفرد باور الاوتبوت باور. مهم بدي اجيبها. ايش العلاقه بين الاوتبوت باور والاوتبوت ابيرنت باور؟ الريل بالاكتف باور والابيرنت باور. باور فاكتور. باور فاكتور. هي عندي باور فاكتور. اذا بقدر احسب بي اوت. اذا بي اوت شو بتساوي؟ بتساوي 400 kVA kVA مضروبة في 0.85. شو بتطلع 400 في 0.85؟ تطلع 340 كيلو وات مظبوط. وبصير عندي الافشنسي at 100% لود مظبوط. 340 مظبوط. فبصير عندي الافشنسي اللي هي 340 كيلو وات على 340 زائد اللوسز اللي هي 7. هلا هاي بدنا ننتبه كيلو وات. بدي احول هاي لكيلو وات. 7.2625. اوكي اذا هاي صارت كيلو وات على كيلو وات. 340 على 347.2. وال في عندنا الباور باور جمعتهم. هي جمعتها 2500. فال 2500 جمعناها للكوبر. كوبر زائد ايرن لوسز اعطتني التوتال لوسز.
التوتال لوس 97.9 بالعشرة. 97.9 بالعشرة الافشنسي هذه ات 100%.